في اليوم العالمي للفتاة هحكي حكاية طالبة اتخرجت من كلية إعلام بقت متدربة في واحدة من أكبر المؤسسات الصحفية جريدة الوطن، واليوم بعد معافرة طويلة جدا مشوار طويل تم اختياري من قبل الأستاذ أحمد الخطيب رئيس تحرير جريدة الوطن لأدير واحدة من أكبر المؤسسات الصحفية وأتولى مهام رئيس التحرير في اليوم العالمي للفتاة. حلمي اتحقق جزئيا بنجاحي ان انا اتولى هذا المنصب شرفيا يوم واحد. حلم كل فتاة ان هي تشوف حلمها في يوم من الايام هيتحقق. كتير مننا بيتعب، كتير مننا بيحاول، كتير مننا بيعافر. مفيش حدود لاحلامك، مفيش حدود لطموحاتك. احلمي، خلي سقف طموحاتك يوصل للسماء. كتير مننا عنده حلم ومش واثق ان هو هيقدر، او بتكون كل فتاة محتاجة حد يكون دعم وسند ليها. خليني في اليوم ده احكي حكاية يمكن تكون رسالة لكل فتاة عندها حلم وخايفة ان هي ما تقدرش توصل لحلمها، ما عندهاش ثقة بنفسها. انا كنت متدربة في مكتب اسكندرية في الوطن، بعد ما تقدمت لي ان انا اكون من ضمن فريق العمل في المكتب، وصلت من متدربة لصحفية أساسية للمكتب. أول تعيينات كانت اسمي موجود في قائمة التعيينات، أصبحت عضو نقابة صحفيين في سن صغير، كمان شغلت منصب مدير مكتب جريدة الوطن في اسكندرية، وكنت وقتها أول فتاة وأول فتاة صغيرة تكون يعني تشغل هذا المنصب. كمان وصلت لمنصب نائب رئيس قسم المحافظات ثم رئيسة لقسم المحافظات في جريدة الوطن. واليوم تم اختياري من قبل رئيس التحرير الأستاذ أحمد الخطيب لأشغل أو لأكون على أو أدير مهام رئيس التحرير اليوم في اليوم العالمي للفتاة. حكاية صغيرة فيها معافرة طويلة، فيها طموح، ولكن أخرها كان نجاح، أخرها كانت رسالة من ربنا سبحانه وتعالى إن كل حد بيتعب، كل حد بيحاول، كل فتاة هتقدر في يوم الأيام توصل لحلمها وتوصل لكل طموحاتها. مفيش سقف لأحلامك، احلمي، انجحي، عفري. من حقك تتعلمي، من حقك تنجحي، من حقك تحلمي، من حقك تقولي لا للزواج المبكر، نعم للعلم، نعم للتعليم، نعم للنجاح، نعم للطموح. شكرا من كل قلبي لكل زمايلي في جريدة الوطن على مساندتهم ليا النهاردة. أنا اليوم يعني توليت كل مهام رئيس التحرير، بداية من اجتماع مجلس التحرير، ثم اجتماع الطبعة الأولى، اجتماع الجرنان، صدور الجرنان، إخراج الجرنان الورقي. شكرا للأستاذ أحمد الخطيب رئيس تحرير جريدة الوطن، شكرا لدكتور محمود مسلم رئيس مجلس الإدارة، شكرا لكل قيادات جريدة الوطن، شكرا لكل زملائي في جريدة الوطن.